السلام عليكم، أنا سامي مشتهى وبرحب فيكم في جولة. جولتنا لليوم راح تكون مع أجمل السيارات اللي تم عرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة من السيارات اللي أثرت الأنظار وأذهلت الجمهور، إما بسبب تصميمها وشكلها البديع أو بسبب قدراتها الفريدة. ونبدأ مع سيارة مرسيدس بنز أو سيارة أفاتار التي أبهرت الجميع بتصميمها الفريد. فهذه السيارة المستقبلية مستوحاة من فيلم الخيال العلمي الشهير أفاتار، وهي نتاج تعاون فعلي بين مخرج الفيلم وشركة مرسيدس بنز. يعتبر فيلم أفاتار من أفلام الخيال العلمي، وهو من إخراج جيمس كاميرون. تم طرحه في قاعات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009، ويعد من أكثر الأفلام تكلفة من حيث الإنتاج، حيث بلغت تكلفة الإنتاج ما لا يقل عن 230 مليون دولار، كما أنه حقق رقماً قياسياً في مبيعات شباك التذاكر لدور السينما في الولايات المتحدة وكندا، حيث حقق أرباحاً تقدر بنحو 278 مليون دولار في أسبوع العرض الأول. هذه السيارة مستوحاة من هذا الفيلم، حيث أبهرت السيارة الجميع بتصميمها الفريد، فهي لا تحتوي على أبواب وتشمل على لوحة إلكترونية متحركة متعددة الاتجاهات تجعلها تبدو مثل الحرباء. ويفترض بهذه اللوحات الإلكترونية أن تزود السيارة بالطاقة، إلى جانب تزويد السائق والركاب بمناظر خلابة للعالم الخارجي، ثم يتم إسقاط تلك الصور على شاشة ضخمة في مقدمة السيارة. تبدو السيارة كائناً حياً يتصل بمستخدميه كي يشعروا بالعالم حولهم. يتم ذلك من خلال وضع السائق ليده على المتحكم الوسطي، لتقوم السيارة بقراءة نبضات قلبه، لتعرض الشاشة الوسطية الضخمة رحلة افتراضية إلى أراض بعيدة، إضافة لقدرة السيارة على السير إلى الجانبين مثل السلطعون. حاكت مقصورة السيارة منازل وأماكن نوم قوم نافي في فيلم أفاتار، في حين تغطي المقاعد ولوحة القيادة والأرضيات مواد جديدة معاد تدويرها، تحاكي الجلود الطبيعية مع أخشاب من جذور أشجار غابات الأمازون. بالطبع هناك هكذا سيارة مستقبلية لن تجد عجلة قيادة. هل تتمنى اقتناء سيارة تشبه العربة التي تجرها الخيول؟ المميز في السيارة ليس فقط الشكل، بل بإمكان السيارة أن تسير بشكل ذاتي وتتحكم بنفسها دون الحاجة إلى السائق. لكن إن شعرت بالملل وأردت أن تتحكم بالقيادة، فيمكنك ذلك بكل سهولة. تؤمن هوندا أن العملاء سيكونون قادرين على الاستمتاع بالتنقل بطرق جديدة عندما يتم تحريرهم من مسؤولية القيادة، فكثير من الناس لا يرغبون في القيادة. يتميز مفهوم القيادة المعزز من هوندا بالانتقال السلس من القيادة الذاتية إلى القيادة شبه المستقبلية، للاستجابة بسرعة لفضول المستخدم. إذا قرر أن يتولى القيادة، يكون نظام القيادة الذاتية في وضع الاستعداد باستمرار، وعلى استعداد للتدخل والتحكم في السيارة عند الحاجة. السيارة لا تحتوي على دواسات، وإنما على عجلة توجيه بشكل قرص، يتم دفعها أو سحبها مثل زر عملاق من أجل التحكم بالتسارع. بالضغط على عجلة القيادة مرتين تبدأ السيارة بالعمل. اسحب عجلة القيادة وستتباطأ السيارة، ادفع عجلة القيادة وسوف تتسارع. يمكن لسيارة هوندا أن تفهم احتياجات السائق، مثل الذهاب إلى المقهى قبل العمل أو شراء الحلوى قبل الذهاب إلى الحديقة، وهي تقوم بهذه المهام بسهولة ومن دون الحاجة إلى توجيه السائق. إذا اقتنيت هذه السيارة فلن تحتاج للتزود بالوقود، بسبب أن السيارة الجديدة اللي صنعتها شركة فيات تعمل بالبطارية وتقطع مسافة 100 إلى 500 كيلومتر باستخدام البطاريات فقط. وما يميز هذه السيارة أنها قابلة للتركيب، فهي تتألف من 100 عنصر من الملحقات، والتي يمكنك من خلالها تغيير شكل وتصميم السيارة بسهولة تامة. كشفت الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الفارهة شركة فيات نموذج سيارة سنتوفيني الكهربائية بالكامل، أو كما أطلق عليها الحضور السيارة الباندا. يمثل نموذج فيات الجيل القادم من طراز باندا الخاص بها، وبفضل الإعداد التكنولوجي الفريد من نوعه للبطارية، يمكن تمديد المسافة التي تقطعها السيارة من 100 كيلومتر إلى 500 كيلومتر.
حيث يمكن شراء أو استئجار ما يصل إلى 3 حزم طاقة إضافية، ما يسمح بزيادة كل منها مسافة 100 كيلومتر، ويتم تركيب البطاريات الإضافية تحت أرضية السيارة. قد نشعر بالملل عندما نذهب برحلات طويلة بالسيارة، وإن كنت أنت سائق ستشعر بملل وإرهاق مضاعف. لذلك شركة أودي وجدت حل لهذه المشكلة، فمن خلال سيارتها الجديدة بإمكانك أن تترك السيارة تكمل الرحلة، فهي ذاتية القيادة، وتصميم السيارة يسمح لك أن تقضي وقت ممتع مع الأصدقاء، فهي تملك مكتبا قابلا للسحب من أمام مقعد السائق. وتقول الشركة إنه مفيد كي يلعب السائق مع الراكب بعض ألعاب البطاقات. المهم بالنسبة لهذه السيارة هو الشكل العام الذي يعكس طابع السيارات الكهربائية المستقبلية أودي، كما أنه مزود بتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، والتي تعني قدرة المركبة على السير من دون أي تدخل من السائق. ولم تستغن أودي عن المقود تماماً، وأبقت على البدالات أيضاً. مقصورة السيارة بسيطة وهادئة ومتوازنة في آن واحد، مع مساحة واسعة للركاب وأرضية مسطحة بالكامل، وتزيدها أعمدة السقف النحلية شعوراً بالاتساع. أما التفاصيل الخشبية المتناثرة في أرجاء المقصورة ولون أقمشة المقاعد فلها نكهة خاصة. ومع عرض سريع لأبرز السيارات اللي عرضت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، كشفت شركة الإلكترونيات اليابانية سوني عن نسختها لسيارة المستقبل المبهرة، وتعج مقطورة السيارة الداخلية بتقنيات الترفيه، بما في ذلك شاشة بانورامية إلى جوار لوحة القيادة. سيارة سوني الجديدة ستعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية، وقد تعمدت سوني أن تأتي سيارتها الأولى بتاريخها بهذه التقنية كي توفر للسائق والركاب الاستمتاع بالرفاهية. أبرز سمات السيارة هو وجود 33 جهازاً ونظام استشعار لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل السيارة وخارجها. كما بيّنت التقارير أن السيارة تحتوي على قياس المسافات عبر تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد. عرضت تويوتا تصورها لسيارة المستقبل، وذلك باستعراض سيارتها ذاتية القيادة التي تمتلك مساعداً شخصياً مدمجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي. السيارة توفر تجربة تنقل شخصية بناءً على حالة السائق العاطفية ويقظته من أجل ضمان السلامة والراحة. يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع السائق باستخدام الاتصالات الصوتية التفاعلية ووظائف المقعد المصممة لزيادة اليقظة أو تقليل الإجهاد، والإضاءة المميزة داخل السيارة وتكييف الهواء والعطور والتفاعلات الأخرى بين الإنسان. أيضاً اختيار الموسيقى وتشغيلها بناءً على بيئة القيادة وتقديم معلومات في الوقت الفعلي حول الموضوعات التي تهم السائق. بالإمكان عرض معلومات القيادة مثل التحذيرات وإرشادات الطريق بطريقة ثلاثية الأبعاد وسهلة الفهم على المشهد المرئي من خلال الزجاج الأمامي. يساعد النظام على إبقاء أعين السائق على الطريق بفضل الشاشة الكبيرة. عندما يتعرف النظام على أن السائق متعب، فإنه ينفخ الهواء في ظهر المقعد لدعم وضعية الجلوس المستقيمة، ويوجه الهواء البارد من نظام التهوية الموجود في المقعد. كانت مركبة هيونداي الطائرة من أبرز ما لفت الأنظار خلال المعرض، حيث يمكن للمركبة الطائرة حمل 4 ركاب لمئة كيلومتر بسرعة تقارب 300 كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع 700 متر من سطح الأرض، وتحتاج من 5 إلى 7 دقائق لإعادة الشحن، كما تتميز بقدرة على الإقلاع والهبوط عمودياً بهدوء. أعلنت الشركة أنه في البداية سيتولى طيارون قيادة هذا النوع من المركبات، إلا أنهما تطمحان إلى اعتمادها على ذاتها بعد فترة من نجاح المشروع. وتتوقع شركة هونداي وصول هذه المركبة إلى الزبائن بحلول عام 2023. في الختام اكتبوا لنا في التعليقات اسم السيارة اللي بتتمنوا اقتنائها في المستقبل. في الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بقناتي، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.